ازيكم عاملين ايه؟ رجعنا بدرس جديد من اهم الدروس اللي هتعدي علينا، ازاي نشتغل بالقلم الرصاص وازاي نظلل وايه الادوات اللي هنحتاجها. درس مهم جدا، استنوني ارجع لكم بالتفاصيل. وما تنسوش اللي ما عملش سبسكرايب يعمل القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. الدرس النهاردة مهم جدا، كذا حد كان بيسألني ايه الادوات اللي انا هحتاجها لو انا هرسم رسمة بالرصاص. طبعا احنا الدروس الجاية كلها محتاجين نفهم شوية في التظليل، لان ملامح زي الانف والودان والحاجات دي انا زي ما قلت لكم بتترسم بالتظليل، ما بتترسمش خطوط اكتر من ان هي بتبقى ظل ونور. فعشان نبدأ ناخد الملامح بالتفصيل لازم ناخد فكرة بسيطة عن التظليل في الأول. وهنرجع تاني الأول أعرفكم بالأدوات اللي احنا ممكن نحتاجها في التظليل قدام في البورتريه. طيب عندنا أول حاجة الأقلام الرصاص، بيبقى فيه قلم سنون، ده أنا مش بحبه خالص في الرسم، خصوصا للناس اللي لسه مبتدئة، لا محتاجين الأقلام الرصاص الخشب العادية. بس انا لازم اوريكم الانواع الموجودة كلها. القلم السنون بيبقى فيه منه درجات وفي منه تخانات، وفي بقى النص ملي وفي الـ يعني تخانات مختلفة، خلاص. بس يعني ايه، حاولوا تتجنبوه دلوقتي. طيب القلم الرصاص العادية في منها درجات من اول الاتشات لحد مثلا كذا بي، يعني انا مثلا هنا عندي البقرة ده بعدين 2H HB وB 2B 4B 5B 6B 12B، ماشي. احنا لو هنجيب عشان نشتغل كناس لسه في الاول مش محتاجين كل طبعا الدرجات ديت. انا حاولت، انا بحب اشتغل بفبر كاسل، بس للاسف الاقلام اللي عندي بقى كلها بقت حاجات صغنونة كده. نزلت دورت حواليا، انتوا عارفين الواحد ما بيقدرش يروح مشاوير بعيده شويه في الوقت ده عشان الكورونا. فانا شفت المكتبه القريبه مني، لقيت النوع ده فانا اتوسم فيه ان هو يعني كويس، يعني انا ما جربتوش بس هجربه معاكم. طيب عشان نجيب بقى نجيب ايه، هنجيب درجات. فيه طبعا علب بتبقى فيها 12 درجه و20 درجه، احنا مش هنحتاجها كلها ومش هنستخدمها كلها، فانا ممكن اجيب مثلا لو متوفر عندي ممكن اجيب 4 درجات، اللي هما ايه، الدرجة العادية خالص اللي في الاول اللي هي الاتش بي، يعني الاتش بي ديت اللي هي العادي. انا بحب كمان التوبي، بحس ان هو يعني انا لو معايا مثلا التوبي دوت ممكن ما استخدمش درجات تانية خالص، ما احتاجهاش يعني. وايه كمان ممكن بقى اجيب، يا اما 6B يا اما مثلا 8B، مش عارفه باينه معاكم 6B او ايه او 8B، ده عشان انا لو حبيت اتقل. بس ممكن استغنى بقى عن باقي كل الكلام ده كله، ما احتاجلوش وكفايه قوي ايه الدرجات دي. طيب في انواع ايه كمان، في انواع الاقلام الجرافيت. الجرافيت اللي هي طبعا انتوا بصوا كل قلم بيبقى مغلف، بيبقى ماده الجرافيت دي بتبقى مغلفه بالخشب او البلاستيك، اي قلم رصاص. طيب دي بقى بيبقى كل القلم عبارة عن مادة الجرافيت دي، مفيهوش برس غير قشرة بسيطة خالص من ايه، من الحرف. بصوا اوسع لكم الحاجات دي عشان تشوفوا شكله اكتر. ده شكله طبعا برضو في منه ايه، كل الدرجات. انا اللي معايا هنا ده اللي لقيته 2B، ده قديم قوي معايا من ايام ما كنت في ثانوي تقريبا، كان معايا كذا درجة بس اتكسروا ومش لاقياهم يعني. بس يعني ده كويس ان هو بيدي مساحة، يعني بصوا لو بنزل بيدينا مساحة ايه على طول. اللي يغني عن كده ايه بقى، بري القلم نفسه. يعني انا ممكن ابري القلم بالبراية، انا جبت لكم براية ابني اهو، ممكن نبري القلم بالبراية. ممكن الافضل لينا كفنانين وهنبدأ تظليل، يعني احنا وهنرسم بس كده رسومات عادية او كوميكس او حاجة، مش هنحتاج البرية دي، فكفاية قوي ان احنا برية البراية العادية كده خالص ونشتغل بيها. ممكن برضو الكوميكس بالقلم السنون مفيش مشكلة، بس مشكلة القلم السنون ايه بقى قبل ما انسى، ان احنا لما بنرسم بيه
كتر ما هو رفيع بيحفر في الورق. فانا لو جيت امسحه، لو انا مثلا خلاص انا مش عايزه الخط ده، حتى لو ايه، لو هو خفيف يعني، انا هنا ايه تقلته عشان اوريكم، بس هو ايه باين. هنيجي نعمل ايه لو احنا زللنا فوقيه؟ بصوا لما نيجي نظلل بقى، انا خلاص خلصت رسمتي وانا ماسحه القلم السنون ده، خلاص مش عايزاه، مش بس الحاجات دي. عشان انا عايزه اقرب لكم قوي، شايفين؟ بصوا مكان ما مسحت القلم في خط ابيض كده، دي ده ايه الخط الابيض ده؟ ده الحفره اللي عملها القلم السنون، او حتى القلم العادي ممكن يعمل كده لو ضغطنا عليه جامد. عشان كده دايما بقول لكم ارسموا بخط خفيف، يعني الخط الابيض ده. وعشان بقى ان انا ما بينوش، لازم اقعد بقى بالراحه خالص واقعد اشتغل جوه الخط ده، بيخلي لي ايه، لا التظليل مرهق شويه وممكن ما يظبطش معايا قوي والكلام ده. فليه انا اوفر على نفسي الاول، برسم بقلم عادي بخط خفيف ومحفرش في الورقه، عشان ايه ما يبانش معايا بقى الخطوط دي في الاماكن اللي انا مسحتها بعد كده. وابقى احنا اتفقنا ان احنا البورتريه هناخده بشكل احترافي قوي، فاحنا كمحترفين ما ينفعش ان احنا ايه نعمل كده او يبان لنا خطوط كده بيضة في الرسومات بتاعتنا. في ناس او فنانين بيقصدوا بقى يعملوا ده خصوصا في الشعر، يعني بيجيب القلم السنون ويبدأ يعمل زي حفر في الورقة بتاعته. طبعا احنا كمان لما بنشتغل على ورق كنسل بيبقى فيه سمك اكتر، او يعني ورق تخين، بيقصدوا يعملوا الخطوط دي كده في مكان الشعر ويمسحوها، بحيث ان هم خلاص لما بيظللوا بيبان بقى ايه خطوط بيضة، بدل ما يستخدموا القلم الجل الابيض ده. برضو ايه معلومة كده. طيب هنعمل ايه؟ انا زي ما قلت لكم بنبري القلم بالستر. الاطفال اللي معانا او بيتفرجوا على الفيديو ده، انتوا ما تمسكوش اي قطر خالص، اتفقنا؟ نحذر تاني، الاطفال الصغيره ما تمسكوش الكاتر ده عشان بيعور، وما ينفعش انتوا تعملوا الخطوه دي. انتوا ابروا القلم عادي بالبراد، ماشي؟ مفيش برضو مشكله وهيطلع معاكم نتيجه كويسه. انا بكلم الناس الكبار. بصوا القلم انا بريت كده كام واحد، بصوا بنبريه كده بحيث ان هو يبقى واخد تدريجه ناعمه، ما ينفعش نطلع سن تخين وهنا يبقى عالي، لا عايزاه يبقى ايه واخد نفس المستوى كده، او ده او طالع كله ناعم، بحيث ان انا اقدر اشتغل بيه. مسكة القلم بتبقى كده، بصوا ابدا ان انا اظلل بيه، بيديني مساحه وفي نفس الوقت هنا مستريح، هنا مستريح. يعني انا طلعت الخط ده وهنا كده ازرق كده، مش السن مش هينام معايا على الورقه، لا كده نايم معايا وبيشتغل وبيديني مساحه وحلو جدا، ماشي؟ دي حاجة. نشوف بقى الأدوات التانية اللي عندنا. عندنا مثلا في أنواع من الأستيكة أو الرابر أو الريسر، الجم زي ما بتسموها يعني. دي الأساتيك العادية. أنا بحب الميلان في حاجات والفبر كاسل في حاجات، يعني دي ناعمة شوية، دي أنشف سنة فبحتاجها في حاجات معينة. في أستيكة تانية، دي أستيكة قلم وفيها فرشه من ورا، بحيث ان انا ايه بمسح بيها كده وايه وانضف من غير ما احط ايدي على الورقه. دي كويسه للتفاصيل الصغننه، وفي بقى بيبقى ايه سمك اقل، وفي بقى الكتريك، وفي حاجات كتير كده طالعه جديد منها، بس يمكن انا ما حبيتهاش قوي. دي برضو فابريك كاسل، في انواع تانية يعني، بصوا زي ما هي عندي تقريبا، ما استخدمتهاش، مش حباها قوي يعني، بس برضو لازم تعرفوها. في استيكة الفحم، دي الحتة اللي بقى عندي ليها الوان كتير بقى، اصفر واللون المنتشر قوي اللي هو الجري او الرمادي، دي بتبقى عاملة زي العجينة او اللبانة. دي بتبقى حلوة بقى ان احنا ايه في اماكن معينة احنا عايزين مش نمزح، احنا عايزين نخفف التظليل بتاعنا،
فبصوا بتاخد من الايه يعني كأنها حتة عجينة كده. بصوا عملت ازاي، بتخفف بيها، او ممكن لو حتة تقلت مننا ندرج بيها، ممكن تمسح خالص برضه اهو. يعني قلت يعني ليها بقى ايه كذا استخدام. بنمسك بقى حتة حلوة كده ونبدأ ايه نشتغل بالعجينة دي. انا اولادي بيعتبروها صلصال وعايزين يلعبوا بيها. في حاجة تانية كمان، التسييح. تسييح التسليل بتاعنا، في ناس كتير بتحب ان هي تسيح. هوريكم الاول برضو معلش الفحم، وبعد كده ندخل في التسييح عشان برضو الفحم معانا. ده اللي حابين نشتغله، فحم. الفحم فيه منه فحم نباتي بيبقى عباره عن، عارفين الفرع بتاع الشجر الصغنن ده، محروق. يعني فحم بس ايه طويل شويه ومعالج بطريقه معينه بحيث ان هو يبقى نضيف للرسم. وفي الاقلام دي برضو ليها درجات وليها بقى تخانات، يعني مثلا ده هو مكتوب عليه تو بي. ماشي، بصوا الفحم برضو ايه اللي حابين نشتغله بالفحم. في ناس بتشتغل ببودرة فحم مش اقلام. ده الفحم طبعا ايه فارق عن الرصاص. ده تكنيك وشغل، وده تكنيك وشغل، هما قريبين من بعض في حاجات معينة. طيب التسيح بقى عشان اوريكم، في ناس بتحب تسيح بفرشة، يعني تعمل بودرة فحم او حتى بالرصاص، وتبدأ ان هي ايه تشتغل عليها بالفرشة كده تسيحها شوية. في ناس بتشتغل بالقطن، في بالمناديل، في بيبقى عاملة زي القلم كده وعبارة عن ورق ملفوف. هوريكم هحاول اجيب لكم صورته. بيقعدوا يسيحوا بيها ويقشروا القلم ويرموا الحته اللي اتوسخت وبعد كده يشتغلوا بيها تاني. دي كلها طرق لتسييح الرصاص او الفحم. انا شخصيا ما بحبش التسييح ده، وفي ناس طبعا بصوابعها، يعني انا عملت دي فببدا ان انا اعمله. بصوا كده بس انا اتقلها لكم اوريكم، يعني ممكن منديل فرشه بتاع، لا في ناس بتحب تدخل الكنات مع بعضها بايديها كده. بصوا اهو، بصوا صباعي اهو، شايفينها واضحه بالنسبه لكم ولا ايه؟ اقرب لكم سنه اهو، شايفينها دي هنا المنطقة دي مختلفة عن الايه عن القلم. بصوا انا مسحت المنطقة دي كم مرة، لسه مكان القلم السنون بيبان، الخط الابيض لسه بيبان. عشان اثبت لكم بس الكلام اللي انا بقوله. طيب انا همسح صباعي بلاستيكة الفحم عشان ما نعطلكوش. خلاص انا بقى ما بحبش كده، ما بحبش التسيح اصلا. دي برضو بتبقى قناعات، وكل فنان ليه طريقته واسلوبه، بس انا شخصيا ما بحبش التسيح. ليه بقى؟ اولا الورق ده بيبقى عبارة عن مسام او نقط مش شايفينها تقريبا. كل ما بنعمل ما بنسيح وكده بنملى المسامات بتاعت الورق. ماشي، بنملى مسامات الورق. فبعد كده لو انا حبيت ان انا اضيف حاجة تاني ممكن الورق ما يقبلش معي. خلاص ما انت ان احنا خلاص خلينا حتة الجزء بتاع الورق ده متشبع بالمادة الجرافيتي دي او الرصاص، متشبع بيها مش قابل بقى، مش عارفة اتقل، مش عارفة ان انا احط تون تاني، مش لا يعني انا مش بفضلها. انا بحب ان انا اعمل التونات بتاعتي بالقلم الرصاص، بالقلم بتاعي على طول. يعني انا ممكن اتحكم ان انا هنا اتقل لا، وبعد كده بقى ان انا هبدا ان انا على فاتح بطريقه ناعمه. بصوا ادي اهو،
شايفين؟ بصوا من غير تسيح ومن غير حاجة، ده بس يعني حتة بسيطة انا بوريكم. بس انا ممكن ان انا عشان كده قلت لكم التوبي ده انا ممكن استغنى عنه عن باقي الدرجات. انا ممكن اعمل الدرجة الغامقة والدرجة الفاتحة وكل حاجة اتحكم بالقلم. برضو عايزة اقول لكم معلومة ان الاتشات دي بتبقى خفيفة خالص، يعني مهما تقلنا ايدينا فهي مش هتدينا درجة تقيلة. يعني بصوا مهما دوس عليها خلاص دي اقصى حاجة عندها. ده كمان ايه 2H، لو بقى 4H 6H كده كل ما بنعلى كل ما بيخف. يعني في الاتشات كل ما بنعلى بيخف، في البي كل ما بنعلى بيتقل. ايه السبب بقى؟ ان هنا الزيوت والحاجات في القلم كل ما بتزيد شوية كل ما بيبقى المادة دي بتنزل اسرع فبيبقى تقيل على الورقة نفسها. طيب انا لو اشتغلت باتش كده واجي اتقل عليه، بصوا يعني ايه مدياني درجة فقيرة اوي، مش قادرة ان انا اتقل عن كده. يعني شايفين هنا التوبي مدي ايه اهو، لو تقلت كمان هيتقل اهو. بصوا التوبي هايل، يعني دي كل الدرجات اللي انتوا عايزينها كلها. يعني اللي ممكن اللي عايز فيكم يشتري مبدئيا نشتري 2B. انتوا مش هترسموا بورتريهات دلوقتي وتروحوا تبيعوها مثلا او كده، لا انتوا مش محتاجين كل ده، انتوا محتاجين لسه بتتدربوا عشان او وممكن الاتش بي برضو للناس اللي مش لاقيه 2B كويس برضو شغال. مبدئيا احنا لسه بنتعلم. بصوا هنا مش قادره ان انا اتقل قوي عن كده، ليه بقى؟ عشان الفكره انا قلت لكم عليها دلوقتي. هنا المسام الورقه اتملت، يعني هو القلم اصلا خفيف والمسام نفسها اتملت. انا بحب نشتغل بقلم تقيل واحنا اللي نخفف ايدينا. عشان ايه؟ عشان انا بشتغل بيه ما بنزلش جوه المسام بتاعت الورقه، انا بشتغل بيه من بره وبيديني كل الدرجات اللي انا عايزاها من بره. مش محتاج ان انا ايه ادوس بقى جامد واملى المسام واجي امسح واجي اشتغل تاني. خلاص يعني حتى لو مسحت وجيت اشتغل تاني فالورقه من كتر الكحت فيها عليها بالقلم خلاص المسام ايه اتمسحت، المسام اتمسحت بقت ايه ناعمه قوي، فخلاص مش هتقبل تاني. عشان برضو ما نقعدش نعمل جامد ونمسح لا، زي برضو ما اتعلمنا في اساسيات البورتريه احنا بنشتغل بحاجه خفيفه خالص وبعد كده نبقى نتقل في الاماكن اللي احنا محتاجينها او اللي احنا استقرنا عليها في النهاية. ماشي، دي الاساسيات اللي احنا هنحتاجها. قلت لكم مش لازم تشتروا كل الدرجات ومش لازم تشتروا علبة فيها 20 درجة. انا شخصيا ممكن اشتغل بال2B وممكن مع الHB مثلا و6 او 4B كفاية قوي قوي قوي، وحتى ال2B برضو كفاية لوحده. طيب هنعمل ايه بقى؟ طب كده عرفنا كل الادوات اللي احنا اللي بتستخدم في الرسم. هنبدأ نعمل ايه بقى الدرس ده؟ انا طالبة منكم ايه؟ احنا خلصنا خلاص كل النسب البورتريه بكل الاوضاع بتاعته بالتحريك بكل حاجة، لازم هناخد شوية في التظليل لان عشان الملامح اللي احنا محتاجين فيها تظليل زي ما قلت لكم. طيب هنجيب قلم رصاص، اللي هيعرف يبري كده يبري، ما عدا الاطفال، بكرر تاني ما عدا الاطفال ما يمسكوش الكتر خلاص. وبعد كده هنبدا ان احنا هنعمل مربعات. انا بس هعملها لكم بالقلم الحبر عشان يبقى باينه. مستطيلات مش مربعات، اسمعي لي خلاص. هنعمل فيها ايه؟ هنبدا نتعلم ازاي نظلل. هنبدا مثلا من هنا بتون تقيل او درجه تقيله ونبدا نطلع على فاتح. ازاي؟
انا اهو اشتغل هنا درجة تقيلة بقلم واحد، مش شرط تبقى اكتر من قلم. بصوا زي ما لو شفتوا درس التلوين بتاع الالوان الخشب اللي كنت منزلاه للاطفال، برضو حلو قوي. بصوا اولا ما ينفعش خالص نستعجل واحنا بنشتغل، خصوصا واحنا لسه في بداية التعليم بتاعنا. ما ينفعش نستعجل ونعمل بسرعة ويلا خلصت وخلاص، لا احنا بنظلل، قلت بنتقل المكان ما احنا عايزين، وبنبدأ ايه ننزل درجة درجة اهو. بصوا بنفس القلم، القلم يديني اهو الدرجة التقيلة والدرجة الافتح لغاية ما يعني يبقى درجة ما فيش خالص قريب من لون الورق. طيب انا ازاي التظليل بتاعي يبقى ناجح؟ ما ينفعش ان انا اشوف ايه خط كده، يعني بصوا ما ينفعش ان انا اعمل جزء كده جزء كده ويبقى باين الفرق ما بينه وبين الدرجة التانية. هحاول اقرب لكم سنة، ما ينفعش الا لو في يعني في اماكن معينه في التظليل. انا بتكلم دلوقتي بقى على ايه، ازاي نظلل مكان يبقى ناعم ومظبوط. ما ينفعش اشوف الخط اللي فاصل ده الا لو هي الاضاءه عندي كده، لا انا مش عايزه الخط ده، عايزاه يدوب، مش عايزه اشوف اي حدود فرق ما بين التونين او الدرجتين. مش هتلاقوا شوية مصطلحات كده طالعة، لان احنا في الكلية كنا هو اللي بنتكلم دايما بالمصطلحات دي، يعني مش واضح بالنسبة له اي حاجة او في حاجة مش فاهمها يبقى يبعت لي اخد بالي منها. وبصوا ده ازاي، مش عايزة اي خط فاصل، وفي نفس الوقت ما نسيبش اماكن بيضة، يعني ايه ما نعملش كده كده ونسيب بقى حته بيضه هنا وحته بيضه هنا. ده مبدئيا يعني الموضوع ده ممكن نحتاجه قدام، بس انا مبدئيا نعرف ازاي بس نظلل صح. بصوا اهو ده لما بكون بنظلل في نفس الايه الاتجاه. انا شغاله زي ما قلت لكم بالقلم التو بي، انا بحس درجه هايله، مش محتاج حاجة معايا، يعني هو بيديني كل الدرجات او التونات اللي انا محتاجاها حد ما فيش. بصوا بقى مديني كام درجة، شايفين وكله ايه ناعم، مفيش اي درجة باينة فرق عن التانية، انا عايزة كله دايب في بعض. في ناس بتحب تظلل كده، في ناس بتحب تظلل بطريقة اسمها التهشير. يعني ايه تهشير؟ يعني ان هما بيبدأوا يعملوا خطوط كده وخطوط عكسها خطوط عكسها، يبدأوا ان هما ايه يدوا تونات اهو، كل ما بنقرب كل ما ايه الدرجة بتزيد. ده اسلوب هتلاقوه لبعض الفنانين، او في ناس بتحب تشتغل كده. ممكن لو نزلت لكم اللوحات بتاعتي، انا كنت بشتغل بالتهشير ده بس مش رصاص، يعني اشتغلته تقريبا مره واحده سكتش رصاص والباقي كان جاف وحبر. ده ايه التهشير، برضو عايزين يتقلوا بيتقلوا في اماكن وعايزينها فاتحه بيبعدوا الخطوط ويخففوا ايديهم في اماكن تانية. نصيحه مني، بلاش التكنيك ده في الاول، ماشي؟ يعني ايه بلاش احنا نشتغل بالتكنيك ده في الاول، لان انتوا هتحسوا ان هو شخبطه او بنحتاجه في حاجات معينه. وعايزه اقول لكم برده ان طريقه التظليل مثلا للازاز غير القماش غير الجلد بشره الوش، غير مثلا لو برسم قماشه صوف، غير لو برسم قماشه حرير، كل حاجه بيبقى ليها طريقه في التظليل عشان تبين الخامه. عارفين افلام الابيض واسود، احنا لما بنشوف فيلم ابيض واسود بنبقى حاسين ان ده خشب وده ازاز وده ده لونه مثلا غامق وده لونه فاتح وده صوف كوفية مثلا صوف
فخشنة باينة ان هي خشنة. نفس الكلام في الرسم بالرصاص او بالفحم، لازم كل طريقة او كل خامة بنشتغلها بتظليل معين بحيث يبين الخامة بتاعتها. برضو ممكن تشوفوا الشغل بتاعي اللي على الجروب على الفيسبوك، هتلاقوا لا القماش فارق عن الخوص، عن القلة مثلا، الفخار، كل حاجة وليها ايه ملمس لازم نبينه. الفنان الشاطر هو اللي يبين ملامس الحاجة في الشغل بتاعه. مينفعش ازازة مثلا، ازاز نعملها خشنة قوي فلا ما نحسهاش طبيعية. اللي عايز يوصل للشكل ان هو يبقى طبيعي معاه لازم يقدر يفرق، وده واحدة واحدة وبالتدريب، عمره ما هيجي من اول مرة. طيب ايه طريقة تانية بقى في التظليل، عشان مش عايزة اطول عليكم اكتر من كده. في ناس بتحب تظلل ان هي تشتغل زي دوائر صغننة، زي دوائر صغننة. طبعا برضو احنا زي ما قلنا، احنا كل ما بنتقل بايدينا كل ما ايه ما اللون يتقل، كل ما بنخفف ايدينا كل ما اللون يبقى خفيف. ونصيحة تانية برضو مني، ان احنا نشتغل الدرجة الخفيفة الاول، بعد كده نحاول نتقل. يعني ممكن انا اشتغل الدرجة الخفيفة خفيفة واجي في اماكن انا عايزة اتقل هنا، فبصوا بس دي ايه برضو بالراحة، مش عايزة اي استعجال عشان ما تبانش ان هي دوامات كده او شخبيط. شايفين اهو، كل ما بتقل كل ما باللون بيتقل معايا. طبعا برضو لو اشتغلنا بقى ايه درجة القلم بتفرق، بس ده بالنسبة لي راضيني يعني التوبي. بصوا اهو، بصوا دوائر يعني صغننة صغننة كده، نحاول ما نسيبش مساحات بيضة. لا احنا بنتقل ونخف بالقلم نفسه. ونبدأ بقى ايه نطلع على مفيش. برضو مش عايزة اشوف الايه الفاصل اللي ما بين تون وتون او درجة ودرجة، مش عايزة اشوفهم. لا انا عايزة اشوف ان هو كأنها جاي عليها اضاءة. بصوا خلاص هنكمل كده، ده للاخر. ده برضو عايزين تجربوه، اوكي مش عايزين خلاص. بس يعني دي من الحاجات اللي مهمة هنستخدمها في خامات كتير وهنحتاجها في الوش. دي برضو تنفع في البورتريه او في الوش كويس. فيعني ده اعتبروه بقى ايه بدل التدريب اللي في اول الدرس، وفي نفس الوقت مهم جدا جدا جدا. طب ممكن هنحتاج ايه كمان؟ نحتاج ان احنا نعمل دايرة. خلاص هنعمل دايرة وهنتخيل الاضاءة بتاعتنا. يعني ايه نتخيل الاضاءة بتاعتنا؟ يعني مثلا لو الضوء بتاعي او النور جاي من هنا، لو النور جاي من هنا هيبقى طبعا ايه المساحة دي. بصوا يعني المساحة دي تقريبا هتبقى منورة قوي، او افتح درجة عندي، والغوامق هتبقى هنا وحرف هنا. طب ليه حرف هنا؟ لان دي لفة من ورا من الظل في الدايرة، مش هنا في الدايرة. دي هتبقى ايه لفة، وهتبقى هنا مدية ظل بسيط مع الايه الاضاءة. هنزود لكم صور ليها، وحاولوا تتدربوا على برضو تلات دوائر بمصادر اضاءة مختلفة. يعني لو الاضاءة جاية من هنا، لو الاضاءة جاية من هنا، لو من هنا، كل زاوية ما هتختلف. لو جاية من فوق، اتفقنا؟ فكل زاوية هتختلف الاضاءة بتاعتها. هيبقى التطبيق بتاعنا النهاردة هنشتغل، هنعمل تلات مربعات او مستطيلات، وهنبدأ ندي تونات فيهم. عايزين تشتغلوهم كلهم بنفس الطريقة، يعني مثلا لو حد اختار دي واشتغل بنفس الطريقة اوكي. عايزين تجربوا اكتر من طريقة ماشي. اهم حاجة نقطتين،
اولا ان احنا يبقى ناعمه كده مفيش فواصل ما بينهم، مش سايبين ايه مساحات، وعلى قد ما نقدر تبقى الموضوع نظيف وناعم. طب نظيف ازاي؟ برضو انا يمكن عشان واخده بالي شويه الاطفال اللي معانا او الناس اللي اول مره تشتغل تظليل، هنجيب اي ورقه، اي ورقه طالما بنظلل، اي ورقه قد دي او اكبر شويه نحطها تحت ايدينا واحنا شغالين. يعني انا الحته بتاعت ايدي من هنا دي لا على طول سند على ورقه وابدا ازلل، طلعت فوق بتطلع معايا، نزلت تحت بتنزل معايا. ليه بقى؟ عشان ما بهدلش التظليل بتاعي وانا بظلل، ده كمان هيبقى في البورتريه اكتر او في الرسومات بتاعتكم، عشان ما بوظش اللي انا اشتغلته، وفي نفس الوقت ايدي لو اتوسخت من التظليل هنا هتبدا تنقله هنا وهنا وهنا وهتسد المسام، وهيبقى ممكن الايد كمان الطبيعيه بتفرز زيوت معينه فهتبوظ لي الرسمه. فلا، الورقه تحت ايدينا وشغالين، هتطلع اللوحه بتاعتنا بمنتهى النظافه والشغل مظبوط. يا رب اكون قدرت افيدكم، مستنيه تطبيقاتكم على الدرس دوت. ما تنسوش بقى زي كل مره سبسكرايب على القناه ولايك وشير للفيديو، ولو اي حاجه اكتبوا لي كومنت، واشوفكم الدروس الجايه، واستعدوا عشان احنا خلاص قربنا للاحتراف.